قائد أكبر وأخطر تنظيم إرهابي في التاريخ الحديث. وبعد 2010 عرفت أنه انضم إلى تنظيم القاعدة. أبو بكر البغدادي، وأهم شيء عنده كان أمنه، أمنه الخاص. ماذا تقول عنه زوجته أسماء محمد في أول ظهور إعلامي لها؟ ما أعرف كيف يكون هذا إنسان، كيف يقدم على عملية قتل طفل هو لا ذنب له. أسراره التي بقيت مخفية تكشف. وهناك من يقول بأن البغدادي كان لديه 9 إلى 10 سبايا من اليزيديات. ولا أؤكد لك يمكن أكثر من هذا العدد. مقابلة خاصة اليوم 5 على شاشة العربية.